السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه معنى او ايه تفسير رؤية التعبان ولكن في البيت؟ يعني ايه لما اشوف تعبان في البيت؟ التعبان في البيت لازم تنتبه، لان هي بتؤول اولا لو شفته كده ان هو ماشي في الارض في البيت، ده معنى انه في وجود عدو، ولكن عدو مقرب مش عدو من الاغراب، لا ده حد اعتاد ان يكون في تعاملات ما بيننا وما بينه او علاقات ما بيننا وما بينه. ده طبعا خلاف انه يكون ثعبان اسود، وده ليه فيديو لوحده هتلاقوه على القناة، لكن احنا بنتكلم عن الثعبان الملون او الثعبان اللي ليه الوان اخرى خلاف اللون الاسود. اني اشوفه في ارضية بيتي ده معنى انه عدو، ولكن عدو من الاهل او من المقربين. طيب لو انا شفت اكتر من تعبان في البيت، هنا معناه ايه؟ هنا معناه انه في حسد واقع على اهل البيت. طيب لو حد شاف انه الثعابين احاطت بيه، ده هنا معناه تعرضه لازمات قوية جدا ما بعد رؤية. الازمات دي هيكون فيها ضغط نفسي، هيكون فيها ازمات مادية، هيكون فيها سوء عظيم، فدي بتكون تنبيه. طيب لو حد شاف انه في ثعبان ولكن في فراشه، لو امرأة عندها مشكلة في الإنجاب وشافت إن في ثعبان صغير في فراشها، دي هنا إيه؟ دي هنا بشرى سارة جدا بإنه في حمل هيجي لها. هنا ملهاش علاقة بالأعداء ولا السوء. الثعبان الصغير لما يجي لامرأة عندها مشكلة في الإنجاب وفي فراشها، دي بتقول لها إنه في حمل هيتيسر ليك الفترة اللي جاية، شرط يكون صغير. طيب لو شافت ثعبان كبير خاصة بالألوان اللي هي الأبيض اللي هي الأصفر وفي فراشها، هنا تنبيه ليها لدخول امرأة في حياة زوجها، فهنا بيكون تنبيه وتحذير. لو امرأة شافت ثعبان في الفراش عندها وبالألوان اللي ذكرناها، دي بتعود على دخول امرأة سيئة الطباع لحياة زوجها. طيب لو حد مريض وشاف انه في حي أو ثعبان في مكانه، هنا بيكون بمعنى ايه؟ الحي او الثعبان هنا من رموز الحياة، فلو جات لحد مريض في مكانه او كانت حواليه، ده معنى شفاء وطولة عمر، مش معناها السوء والضرر. هنا بتكون محمودة جدا 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 للمريض او للشخص اللي بيمر بسوء. طيب لو حد بقى شاف ان الثعبان ده على البوتاجاز او على الدولاب او الخزانة بتاعته، لو شفت الثعبان على البوتاجاز للمرأة المتزوجة، لو شافت الأمر ده فتحذر إن في حد بيكيد لزوجها، في حد بيحاول يسبب له أزمة ويسبب له مشكلة الفترة اللي جاية، فلازم إن هي تنبه أو تحذر زوجها. الثعبان على البوتاجاز تنبيه. طيب لو امرأة عزباء وشافت إن في ثعبان على البوتاجاز، هنا تفرق إذا كانت عاملة ولا لأ. يعني لو بنت وعاملة وشافت ثعبان على البوتاجاز، ده هنا معناه إيه؟ ده هنا تنبيه من انه في حد هيحاول يأذيها في مصدر رزقها او مصدر دخلها، يعني حد هيحاول يكيد ليها بمشكلة قوية في ناحية عمل. طيب لو بنت غير عاملة وشافت الثعبان او الحية على البوتاجاز وهي بتبحث عن عمل، ده معنى انه هيتيسر ليها عمل قريبا جدا بإذن الرحمن وعن طريق شخص، فده عمل هيتيسر مش سوء. لكن للعاملة بيكون تنبيه من عدو في ناحية العمل. لو شفت ثعبان في الخزانة بتاعتي، ده هنا معناه ايه؟ ده هنا معناه انه في عدو بيكيد ليا في حياتي، في حد بيحاول انه يسبب لي مكائد، انه يسبب لي سوء، بيحاول انه يسبب لي ضرر في حياتي الفترة اللي جاية، فلازم ان انت او انتي تنتبهوا جدا جدا من رؤية الثعبان. طيب شفت ثعبان بيطلع من تحت السيراميك بتاع البيت بتاعي او البلاط بتاع البيت بتاعي، ده هنا معناه ايه؟ ده هنا معناه انه في عدو، ولكن العدو ده من ناحية ايه؟ اذا كنت متزوج ده معنى عدو من ناحية اهل الزوج او الزوجة على حسب مين اللي شاف الرؤية، فلما يطلع لك الثعبان من المنطقة دي اعرف العدو ده من ناحية الطرف الاخر، يعني من ناحية اهل الزوج او الزوج. طيب اذا كان شاب اعزب وشاف ان في ثعبان بيطلع له من تحت السيراميك او من تحت البلاط، هنا بيكون معناه ايه؟
إذا كان مقبل على زواج، يعني حد مصلي استخارة في أمر امرأة، أو بنت مصلية استخارة في أمر شاب وشافت ثعبان أو حية بيطلع لها من المكان ده، فده معناه انتبهي من إنه في حد من ناحية أهله مش هيكون في راحة أو استقرار في أمر الزواج ده بسببه. يعني ليه أخ صفاته مش محمودة، ليه أخت هتسبب مشاكل، فالرؤية بتكون تنبيه. طيب لو حد مفيش في حياته لا موضوع ارتباط ولا شيء، هو أعزب لكن هو لا صلى استخارة ولا بيفكر ياخد خطوة زواج في فترة الرؤية، فجزء انه تطلع له الحية او الثعبان من المنطقة دي، هنا الرؤية بتقولك انه الفترة اللي جاية، او بتقولك اذا كنت عزباء ان الفترة اللي جاية في شخص هيتقدم لك وهياخد خطوة في موضوع زواج. وهنا مش شرط انه يكون فاسد، مش معنى ان ثعبان انه فاسد، لان قلنا ان الثعبان او الحية احيانا بتؤول بالحياة، فدي بتقول انه في حد هيتقدم الفترة اللي جاية صفاته محمودة او لا. لا، لما تيجي الخطوة ولما يجي الشخص تصلي استخارة، لكن للشخص اللي مصلي استخارة اصلا وفي موضوع زواج وشوف الرؤية دي بيكون فيها تنبيه، فركزوا قوي في النقطة دي، ربنا يعزكم. طيب موت الثعبان، لما اشوف ان الثعبان مات في بيتي هنا محمودة، لا هنا فيها تحذير، الثعبان ده مات فين وانا على رقية ولا لا؟ لو انا على رقية وشفت ان في تعابين في بيتي ميتة، ده معنى انه في حسد زال، او اذا كان الانسان مسحور ده معنى انه هيبدأ يتخلص من السحر، هيبدأ مش انه هو سحر وانتهى، لا هنا هيبدأ يتخلص من اسحار. طيب لو انا مش على رقية، انا ببحث عن عمل وشفت ان الثعبان ميت، ولكن الثعبان ده ميت على البوتاجاز بتاعي على التلاجة بتاعتي، ده معنى ان كان فيه رزق بتسعى فيه، ولكن للأسف انه هيتعثر او هيتوقف، فموت الثعبان هنا مش محمود. الثعبان الصغير للمرأة اللي بتبحث عن ذرية وتشوف ان الثعبان ده مات وثعبان صغير، هنا مش محمودة، لان ده معناه انه كان موضوع خاص بحمل وذرية، ولكن للأسف هيحصل فيه مشاكل او هيحصل فيه تعثرات في موضوع الذرية دي. طيب لو حد في وضع طبيعي لا هو مريض ولا اي شيء وشاف لدغ الثعبان، لدغ الثعبان انتبه قوي، هو لدغني فين؟ لدغني في ايدي، لدغني في خدي، لدغني في قدمي، كل موضع هيؤول بيك او بعملك او بحد من اهلك. يعني لو لدغك في القدم دي، هنا بتقولك خلي بالك ده في حد أصابك، هو أصابك خلاص، أصابك بأذى وهيعصر لك أو هيوقف لك أمر بتسعى فيه، لأن قلنا إن القدم قوامة الشخص وسعيه في الدنيا، أنا ببحث عن عمل، ببحث عن رزق، ببحث عن إيه، فهي دي القدم، أصابني فيها ده معنى وقف لي حاجة خاصة بالرزق بسعى فيها. طيب أصابني في إيدي، أي إيد فيهم؟ ما في إيد بتعود على ناحية الرزق والأخرى بتعود على ناحية الإخوة. طيب للمتزوج اذا قرصته في ايده او لدغته في ايده، طيب اي ايد؟ ما هي دي ذكور ودي اناث، فلازم تذكر اي ايد قرصتني او لدغتني في راسي، هنا بتعود على انه ربما اصابة في رأس مال، ربما في شخص كبير في العمر عندك مريض هيشفى، فعلى حسب الموضع اللي لدغتك او قرصتك فيه. فرؤية الحية والثعبان مهمة جدا جدا جدا، ولكن خليك دقيق فيها، لأن المفسر أو المعبر ما يعرفش وضعك أنت إيه، ففي ناس بتبقى الثعبان لدغ قرصة التعبان بتبقى حسد أو إصابة بمكروه وخلاص، لأنه ما يعرفش وضعك، لكن لازم أنت توضح له هو لدغني في الجزء ده وأنا متزوج، أو أنا ببحث عن عمل، أو أنا داخل مشروع جديد، أو عندي بنت متعطلة، أو وضح الأمور دي، ما تخليش حد ان هو يقول لك الرمز او تعريف الرمز وخلاص. يا ريت يا جماعة نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتنسوش تعملوا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.